ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هيكون عن لعبة مستر ميت، هننقذ البنت اميليا كاليريك. ويلا بينا. هتكون طبعا محبوسة في المستشفى بتاعت مستر ميت، واحنا كل اللي علينا نجيب الحاجات المطلوبة، الجرين كي بلرز والكوب والريد كي، ودي بتكون المهمة. يلا بينا، هل هنكسب ولا لا؟ معاكم مريم جيمي. مريم جيمينج يا جماعة، ان شاء الله هتنهي معاكم مستر ميت، وهتنقذ البنت في 3 ايام ان شاء الله. مش هنحتاج لليوم التاني ولا التالت. اول حاجة الجرين كاي، استنى يا جماعة شوية بس عشان بيكون بره. ايه بيحصل؟ اهو يا جماعة، المفروض ان احنا نشيل هنا. نايت وان بس ان شاء الله. طبعا لو انتم مفتحتوني بالجرين كاي هتجيبوا ويتن هارد، القلب اللي هتشوفوه هتدوروا عليه وهتلاقوه. ولازم نكسر الكاميرا عشان متعملش انذار. ما شاء الله. هنثبتهم في أول تعليق العمليات اللي هنكتبها نثبتها. تمام؟ هو ده اللي نجيب الواحد.
يلا بينا. ايه ده خليه ايه ممتع قوي ده انت مش عارف تعمل ايه معانا في ده مستحيل نصنع ولا نعمل لمناز وهنا وهنا الكتب طبعا من كده الكتب هيطلعوا لنا ريد كي او بلو كي انت هتشوف هيطلع لنا ريد كي ولا لا مش عارفه البلو كي موكلنا ولا لا طبعا المرحله الاولى اللي هي البنت اللي بتبقى مخبوسه في الاوضه اللي جوه دي اسهل مرحله في لعبه السبت وهنلعب الاصعب منها ان شاء الله هندي ضرب ليه وضرب للقطه ودخلنا ضرب تعالى نروح نجيب هو هي انا مستر تعال انت خلصنا كده اخر مرحلة مبروك عليك يا كيكا اميليا الهروب من بيت مخ اللحمة ومش مفتوح بس احنا لسه محتاجين حاجة واحدة دلوقتي اللي هي لقمة هنا لما عملت واحدة ليه واحدة I got you. هزمنا فللأسف ندخل على النت وانكسر الخبر مش كل اللي عندنا بس نقدر نقتل ولا نقتل كان نفسي اديهم الاثنين شوتجن مفيش نصيب انا كده نقتل ولا نقتل كنت رميته هناك يارب ما كانش لازم بيان ريتي بس نعمل معايا بقى لا 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 ريكي مضاعش ريكي مضاعش ندور عليه انا متخلفه يا جماعه بجد مش فاكره انا كنت المفروض انخرط على طول بالريكي انت بتحبني صح؟ بس انا بدك انت بدك لا نايت 3 وننطلق وناخد المفتاح الاحمر وطلع مش عند الانذار بتاع الكاميرا
كان نفسي انا باتنين شوتجن وواحد مفتاح احسن. ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ دلوقتي مكتوب ان احنا كده مكتوب في المرمية ونجيها كده ضرب. لا ينفع. اول ما نجيها اتفتح هنقول لا. شوفوا بقى احلى لحظة ممكن تشوفوها ونكون كده انا هنا مصطلحنا معاكم وجبنا امينيا سالاريك 28 سنة ونقصناها وكانت مفقودة في بيت مصطلحنا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ويا ريت عيلة امينيا تدعي لنا لان احنا نجحنا وانقصنا وبنتك وامينيا. باي باي. جيم 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 نور كل جيم جيم واعد معي الوقت وبعدها انت زين باي.